مضامين خطر جلالة الملك تامر اسمه وعزه في مجالي. هذه الدورة التكوينية هي الخامسة من نوعها التي تعقد بمدينة طنجة، وهي الأخيرة في سلسلة الدورات التكوينية في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي. نأمل من خلالها أن نستجمع كل المعطيات والملاحظات والتوصيات التي خلصت فيها الاجتماعات السابقة وهذه الأخيرة، لنخرج بتصور موحد ورؤى موحدة على مستوى الوطني ولترشيد الاعتقال الاحتياطي، سواء على مستوى النيابة العامة أو مستوى قضاء التحقيق، وأيضا البت في قضايا المعتقلين في أجال معقولة. المشاركين في هذه الندوات من قضاة النيابة العامة ومن قضاة الحكم وقضاة التحقيق كلهم تم اللقاء بهم من أجل إبراز العناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، كذلك لتدارس كيفية إشراك الجميع في إيجاد حلول لهذه المعضلة اللي مرتبطة أساسا بسلطة الملائمة التي تتوفر عليها النيابة العامة في تقرير الاعتقال من عدمه، كذلك ترتبط بوتيرة البت في الملفات، بحيث أنه كلما كانت وتيرة البت في الملفات مرتفعة كلما استطعنا التقليص من عدد المعتقلين الاحتياطيين داخل المؤسسه السجنيه، ومن ثم تخفيف الاكتظاظ على هذه المؤسسات، علما ان موضوع الاكتظاظ يرتبط ايضا بالطاقه الايوائيه لهذه المؤسسات السجنيه. وضع من مجاعه الاعداء.